قال الرئيس الأسبق علي ناصر محمد إن ذكرى ثورة 26 من سبتمبر تحل على اليمنيين وقد مثلت نقطة تحول محورية في تاريخ اليمن الحديث والتي التفت حولها الجماهير في اليمن شمالا وجنوبا أملا صادقا منها وثقة كبيرة بأنها ستحقق أهدافها بقيام النظام الجمهوري وإنهاء النظام الملكي. ووفقا لموقع عدن الغد فقد أضاف الرئيس الأسبق أن قيام ثورة سبتمبر وفر الظروف الموضوعية لبدء الكفاح المسلح في الجنوب بقيادة الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني، حيث وفرت ثورة سبتمبر عمقا استراتيجيا لقيام ثورة 14 من أكتوبر ضد الاحتلال البريطاني للجنوب اليمني، ووفرت ثورة يوليو أهم وسائل نجاحها. ولفت الرئيس الأسبق علي ناصر أن ثورة 26 من سبتمبر توافق مرور قرابة العام على طوفان الأقصى وحرب الإبادة الجماعية التي شنتها القوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة وبقية المدن الفلسطينية، التي أدت إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا نصفهم من الأطفال والنساء، وكذلك إصابة أكثر من 95 ألفا ودمار أكثر من 70 ألف منزل وتهجير مئات الآلاف منهم وتهجير مئات الآلاف لمرات متكررة من منازلهم بهدف التهجير القسري وتصفية قضية فلسطين.